بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على من كانت اقواله شريعة وافعاله حقيقة واحواله دائما في هذه الحياة نستضيء بكل احواله واقواله في هذه الحياة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. أهلا بحضراتكم في هذه الليلة التي لا تقل جمالا عن ليالي ملتقى الفكر الإسلامي في هذه الليالي من شهر رمضان المعظم. هذه الليلة تأتي بروائح الانتصارات وبجمال البهجة وبروعة الحدث. أهلا بكم في هذه الليلة العاشر من رمضان. أهلا بحضراتكم دائما في هذا رحاب الحسيني من مسجد مولانا الإمام الحسين لنلتقي مجددا بليلة وبهذه الطلة على شاشة النيل الثقافية. الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. رمضان شهر الانتصارات، انتصارات العاشر من رمضان. تمليناك حين أهل فوق الشاشة البيضاء وجهك يلثم العلم، ترفعه يداك كي يحلق في مدار الشمس حر الوجه مقتحمة. كانت هذه تحية إلى أول جندي مصري يرفع علم مصر بعد العبور العظيم، ونحن الآن أيضا بصدد عبور عظيم إلى المستقبل الميمون والمشرق. اسمحوا لي في هذه الليلة أن أسعد بصحبة الدكتور ربيع الغفير مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين. ونستفتح بالذي هو خير، القارئ الدكتور صلاح الجمل يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين في رمضان على مدار العصور والعقود والأزمان كتب المسلمون سطوراً مضيئة من انتصاراتهم وتأسيس هذه الحضارة التي شيدت ونشرت علومها وأنوارها في ربوع الأرض ونحن قبالة هذا اليوم 6 أكتوبر عام 1973 العاشر من رمضان عام 1393 حيث العبور العظيم كان الرئيس السادات يقول كان الليل طويلاً وثقيلاً لكن كان هناك إيمان بطلوع الفجر دعونا نتحدث ونحن نشتم روائح النصر ونستشرف المستقبل الميمون بعبورنا إلى الجمهورية الجديدة تعالوا بنا نستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور ربيع الغفير مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر لنتحدث أكثر ولنفهم هذه المعاني في يوم الانتصارات العاشر من رمضان بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الحمد لله وحده سبحانه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أنا في الطريق إليك يا رب الورى أرجو رضاك لي كل يوم 5 مرات أنعم في حماك
حيث الصلاة ببيتك المعمور ما أسمى لقاك، وبكل عام رحلة للروح في عليا هداك، حيث الصيام المستقيم المرتقي سامع لك، الصائم القوام أمسى في الطهارة كالملاك، الصائم القوام أمسى في الطهارة كالملاك، والعابد الأواب نال شفاعة من مجتباك، والمذنب العاصي غفرت ذنوبه لما دعاك، والخائف الهياب قد أمنته لما أتاك، وأنا طرقت الباب أستجديك في خجل عطاك، وحسبي تقى وسعادة أن ليس في قلبي سواك. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن صاحب هذا المقام وسائر آل بيت رسول الله، واحشرنا معهم وفي زمرتهم تحت لواء سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، في ساحة مباركة، في ليلة مباركة تتصل فيها أنوار الأرض بأنوار السماء. وجزى الله أستاذنا الجليل صاحب المعالي ومعالي وزير الأوقاف خير الجزاء على هذه الملتقيات الروحانية الإيمانية التي تبعث في النفوس الأمل، وتجدد في القلوب الإيمان، وتربطنا بالله سبحانه وتعالى وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي التي كل لحظة فيها لها قدر كبير عند الله. فنحن في شهر من صامه حق صيامه وقامه حق قيامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، يطيب لنا ويحق لنا أن نفرح وأن تنتعش أرواحنا بذكرياتنا الإسلامية الخالدة. وذكرهم بأيام الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. نفرح بمنن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحببة، هذه الأمة المكرمة المعظمة التي يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى وأكرمها ورفع شأنها. ومن جملة ما يجب أن نفرح به أن نفرح بتأييد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالفتح المؤزر والنصر المبين على طول تاريخها وعرضه، ابتداءً من المعركة الأولى في تاريخ الإسلام والغزوة الفاصلة في كتابه، وهي غزوة أحد، وكانت في شهر رمضان، وشهر رمضان شهر الانتصارات العظمى وشهر الفتوحات الكبرى. لماذا أيها الأحبة؟ لأن شهر رمضان شهر الصيام،
والصيام هو درس الصبر الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فإذا الجهاد والقتال يحتاج إلى صبر، والصيام يعلم الصبر، الصيام يعلم الصبر والاحتمال. ثانيا، الصيام يخفف من علاقة الإنسان بالمادة وبالجسد، ويجرده لعالم الروح والارتقاء الوجداني. ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فمن غلب عقله على شهوته كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله كان شرا من البهائم. فالصيام يجعل الصائم يرتقي في الملأ الأعلى، يحلق بروحه في الفضاء، يتشبه بالملائكة. الصيام يعطينا ثمرة كبرى حصرها القرآن الكريم في كلمة جامعة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. والتقوى هي رأس الفضائل في الإسلام، وهي جماع الخير في الإسلام. عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وفي آية ليس البر جمع الله سبحانه الإيمان كله شريعة وعقيدة وحقيقة في آية واحدة في سورة البقرة، جعل ختامها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصيام يحقق للصائم درجة التقوى، وإذا وصل الإنسان إلى درجة التقوى أيها الأحبة، إذا سلك درج اسمك في سلك المتقين فزت بمعية رب العالمين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا التقوى ثمرة الصيام تستجلب للصائم معية الله. فتخيل حربا أو معركة يدخلها الصائم مؤيدا بمعية الله. يدخل الصائم المعركة مؤيدا بمعية الله. وهذا ما حدث للصائمين في غزوة بدر الكبرى، حين أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تأملوا أيها الأحبة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، بالله عليكم هل يهزم جيش فيه الله؟ هل يهزم جيش فيه الله؟ أني معكم، كيف يهزم جيش؟ الله مع قائده، الله مع رجاله، الله مع جنوده. وما النصر إلا من عند الله. مهما قل العدد وضعفت العدد، فإن معكم أيها المقاتلون قوة لا تقهر وعدة لا تغلب. إنها قوة الله، إنها معية الله، إنه الإيمان بالله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فسلاح الإيمان هو السلاح الأقوى في المعركة، هو السلاح الحق في الانتصار. لا عبرة بعدد، ولا عبرة بقوة، ولا عبرة بعدد، إنما العبرة بمعية الله.
إنما العبرة بمؤازرة الله، إنما العبرة بالإيمان بالله. ويوم أن ظن بعض الصحابة أن قوة العدد وكثرة العدد تكون سببا في النصر، جاءهم درس تأديبي من الله في يوم حنين، فزلزلت الصفوف ودخلتها الفوضى وزلزلوا زلزالا شديدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها، أيدهم بجنود لم تروها. هذا هو السلاح أيها الأحبة الذي انتصر به المسلمون في معركة بدر، والذي فتحت به مكة في رمضان، والذي انتصر به المسلمون في معركة هي الأبرز من نوعها في تاريخنا الإسلامي بعد عهد النبوة، وهي معركة عين جالوت، حين جاء التتار بجحافلهم، جاءوا يكتسحون الأرض شرقا وغربا، لا يتركون أخضر ولا يابسا إلا أكلوه ودمروه. قوم لا عهد لهم بحضارة ولا علاقة لهم بإنسانية دخلوا بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية وعاصمتها في هذا الوقت، وحلوا بها 40 يوما وليلة، ارتكبوا فيها كل صنوف الفساد، قتلوا الرجال وقتلوا النساء والشيوخ والأطفال حتى بقروا بطون الحوامل، وأخذوا المكتبة الإسلامية العامرة التي كان الخليفة المأمون الخليفة العباسي المؤمن رضي الله عنه وضع فيها أكثر من 2 مليون كتاب، أخذوها ألقوها في نهر دجلة حتى اسود ماء النهر من كسرة الحبر الذي سال من على الورق، وصنعوا جسرا كثيفا ضخما عبروا عليه إلى الضفة الأخرى، وقتلوا خليفة المسلمين شر قتله. ثم بعد ذلك يمموا وجههم إلى أين؟ إلى مصر، إلى خير أجناد الأرض، إلى البلد التي يحبها الله ورسوله والتي دعا لها أولياؤه وآل بيته. وجهوا وجههم شطر مصر إلى هنا، وأرسلوا رسالة إلى أهل مصر، هذه الرسالة تكاد الحامل تضع حملها لشدة ما فيها من رعب ووعيد. اعلموا يا أهل مصر أننا جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل عليه غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، خيولنا سوابق وسهامنا صواعق، القتال لمنا لا ينفع والعساكر لدفاعنا لا تدفع، وحصونكم منا لا تمنع، إلى آخر هذه الرسالة. ووصلت الرسالة إلى أهل مصر، ومصر في قمة التدهور والتمزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي بعد انتهاء دولة الممالك مباشرة ولا حاكم للبلاد. فأخذ الرسالة سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، قرأ ما فيها وألقاها في رأس في حجر سيف الدين قطز، واعتبر ذلك تكليفا شعبيا لهذا الرجل بإدارة البلاد. أخذها قطز وقرأ ما فيها فرفعها في الهواء وشقها بسيفه نصفين ووطأها بقدمه في عزة وإصرار، وقتل 4 من الرسل 5 الذين جاءوا بها في صلف وغرور،
وعلق رؤوسهم هنا على باب زويلة، وأرسل خامسهم إلى مرسله ليخبر قائده بما حدث. وامتلأت البلاد بالرعب وعم القلق، إلا أن الإيمان كان سيد الموقف. إن تنصروا الله ينصركم. وجاء التتار، جاء هؤلاء الغزاة القهرة، جاءوا يدفعهم الغيظ والحنق إلى مصر هنا، إلى خير أجناد الأرض، فكانت مصر مقبرتهم إلى قيام الساعة، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك، ولم يرد لهم ذكر في التاريخ إلى يومنا. ثم كانت خاتمة الانتصارات الحافلة في تاريخ هؤلاء الجنود المباركين عام 1973، جنود مصر الأبرار، جيش مصر القهار، يتعرض لمعركة هي الأشرس في تاريخنا المعاصر والحديث، حيث هناك أسطورة كبرى يروج لها بنو صهيون بأنها لا تقهر وأنها لا تغلب، وتحصنوا بحصن منيع صنعوه من التراب الذي زعموا أنه لا ينقض ولا يهدم، فهدمته الإرادة المصرية، هدمته العزيمة الربانية، هزمته إرادة خير أجناد الأرض المؤيدة بمدد الله. كيف تسول لأحد نفسه أن يقهر مصر التي قال فيها الحبيب المصطفى: من أرادها بسوء قسمه الله، من أرادها بسوء أزله الله، من أراد أهلها بسوء أخزاه الله. كيف تقهر مصر وتغلب مصر وقد دعا لها رسول الله، وقد نزلها أنبياء الله، وقد دفن فيها المئات من صحابة رسول الله؟ كيف تدفن مصر وقد اختارها أولياء الله وآل بيت نبيه لتكون لهم مستقرا وسكنا، فيها المحيا وفيها الممات؟ ألم تقف أمنا السيدة زينب على ربوع هذا البلد رافعة أكف الضراعة إلى الله داعية لأهلها: يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، أكرمتمونا أكرمكم الله، جبرتمونا جبركم الله، فاطمئنوا يا آل مصر، اطمئنوا يا آل مصر، ما دام فيكم هذه العظام الطاهرة، ما دام فيكم هذا الثرى الطاهر الطيب المعطر بعطر الله، اطمئنوا يا آل مصر، ما دام فيكم قيادة حكيمة، ما دام فيكم شعب مترابط معروف عارف بالله، ما دام فيكم جيش قوي، جيش قوي مترابط. الحمد لله رب العالمين أنه هو الجيش الأوحد الذي حفظ من أعاصير الفتنة في السنوات الأخيرة التي اجتاحت المنطقة العربية كلها، وحفظ الله جيش هذا البلد وقيادة هذا البلد وشعب هذا البلد وأرض هذا البلد، لأنها أرض الرسالات، ولأنها أرض الوحي الإلهي، لأنها أرض القرآن. فإذا كان القرآن نزل في مكة فقد درس هنا وتعلم هنا وفسر هنا، وانطلقت من هنا مشاعل العلم والهداية إلى كل بقاع الأرض. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها وشعبها وجيشها وأمنها ورجالها ونساءها. اللهم أيد مصر بتأييدك، واحفظها بحفظك، وانصرها بمددك بحق قولك: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا لا نقهر وأنت رجاؤنا، ولا نزل وأنت نصيرنا، ولا نغلب وأنت حسبنا وحولنا وقوتنا،
لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. شكر الله لكم جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آويتمونا أواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، أكرمتمونا أكرمكم الله. نعيش بهذه الدعوات المباركة من فم السيدة المشيرة رئيسة الديوان عقيلة بني هاشم. نعم أيها المصري، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات. أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة. ويا وطني لقيتك بعد لأي كأني قد لقيت بك الشباب. وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة. ولو شققتم عن قلب كل جندي في مصر، بل كل مصري أصيل، لوجدتم مصر تتسربل من فؤاده في الشرايين والأفئدة أحاسيس ومشاعر. وبلسان المقال يقول: رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وأنعم وتحنن وتفضل وتكرم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي، صلاة ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، نعيش في هذه اللحظات وفي هذه الليلة المباركة مع ذكرى عطرة وذكرى طيبة، إنها ذكرى انتصارات العاشر من شهر رمضان. وهذا الانتصار هو أول انتصار في تاريخنا الحديث، وأعظم انتصار حققه الجندي المصري الأبي بفضل الله سبحانه وتعالى. وها نحن نرفع رؤوسنا عالية خفاقة بعزة وكرامة، أن من الله سبحانه وتعالى على مصرنا بهذا النصر العظيم. وإنه لمن أقل الواجب أن نحتفي وأن نحتفل في كل عام مرة بهذه الذكرى العطرة. حينما قدم المصريون الصادقون المخلصون عددا كبيرا من المخلصين ومن الجنود والأبطال، ضحوا بدمائهم وضحوا بأنفسهم وضحوا بأرواحهم نصرة لبلدنا الغالية ولبلدنا الحبيبة مصر. فحق لنا أن نفرح، وحق لنا أن نرفع رؤوسنا عالية خفاقة بهذا النصر العظيم المبارك. إنه نصر العاشر من شهر رمضان المبارك في عام 1973. وعلى من يسمعنا الآن كان على مرأى ومسمع من هذا النصر العظيم، كان على مرأى ومسمع من هذه الأحداث التي مرت بها البلاد والعباد. وحق لنا كذلك أن نستخرج يعني من هذه الحرب التي دارت وحدثت وانتهت بأن من الله سبحانه وتعالى علينا بالنصر، أن نستلهم منها الدروس والعبر، حتى يكون الماضي نبراس كذلك لحاضرنا الذي نحياه. فهم بفضل الله سبحانه وتعالى حققوا أولا الإيمان الخالص لله سبحانه وتعالى، فكانوا مؤمنين بحق، وكانوا يعلمون جيدا أنهم هم إن ماتوا فهم شهداء عند الله جل وعلا،
وسينتقلون من دار فانية إلى دار باقية. بهذه الروح الإيمانية خاض شعب مصر الحكيم تلكم المعركة، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنصر حينما كان الإيمان آنذاك أشد ثباتا في قلوبهم من الجبال الراسيات. تعالوا لنعيد هذه الأمجاد ولنعيد هذا الإيمان حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالنصر الدائم. كان نشيد هؤلاء المسلم وغير المسلم، كان نشيدهم في تلكم المعركة، أتدرون ما هو؟ كان نشيدهم المفضل والمحبب الله أكبر. هذا هو نشيدهم، الله أكبر. هذا هو نشيدهم، الله أكبر. نعم، الله أكبر من العدة، الله أكبر من العتاد، الله أكبر من الأسلحة، الله أكبر من هؤلاء الطغاة، الله أكبر من هؤلاء المجرمين الذين أرادوا أن يقتحموا أرض مصر، فأبى الله تعالى إلا أن يذلهم وأن تظل مصر مرفوعة الرأس عالية خفاقة إلى يوم الدين بأمر الله جل وعلا. فكان هذا هو النشيد بإيمانهم الثابت وبعقيدتهم الثابتة، أنهم لو أنهم ماتوا فهم شهداء عند الله جل وعلا، وهم ينتقلون من حياة فانية إلى حياة باقية، ويعلمون أيضا أنه لا يمكن أن تمر هذه الحياة بدون فتن. الفتن موجودة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فكان نصر الله جل وعلا حليف للشعب المصري في 73. وإنه لعجب العجاب، ذهب الدعاة والعلماء والوعاظ، ذهبوا إلى الجندي المصري وهو في أرض المعركة، وقالوا له أنت صائم وقد رخص الشرع الحنيف لك أن تفطر. فبماذا كان يجيب هذا الجندي المصري الأبي الذي حقق الإيمان من داخله؟ فهو في أرض المعركة في صحراء، قد ترك أهله وترك زوجته وترك أولاده وترك ماله وترك بيته وترك كل ما يملك، ووقف مضحيا بنفسه وبروحه من أجل وطنه. أتدرون بماذا كان يجيب هذا الجندي المصري الأبي؟ كان يقول لهم لا، أنا لا أريد أن أفطر، أنا سأخوض المعركة وأنا صائم حتى أفطر مع رسول الله في الجنة. هذا هو الجندي المصري الأبي. فتعالوا لنسير على نهج آبائنا وأجدادنا من التضحيات الغالية التي ضحوا فيها بأنفسهم وبأموالهم. هذا الأمر الأول. من أهم أسباب النصر كذلك الوحدة الوطنية التي كان فيها الشعب المصري آنذاك وسيظل كذلك. الوحدة الوطنية، المسلم بجوار أخيه المسيحي، الجميع سواء، لا هم لهم إلا رفع راية الوطن. المسلم والمسيحي سواء في أرض واحدة، كتف بكتف، سلاح بسلاح، يد بيد تجاه عدوهم الغابر. لذلك من الله سبحانه وتعالى علينا بالنصر لهذه اللحمة ولهذه الوطنية ولهذه الأخوة. ولم يسمح مشايخنا وعلماؤنا، لم يسمحوا للفتنة الطائفية أن تتدخل آنذاك، بل كان الشعب وقتها يدا واحدة
وكان المسيحي قبل المسلم يردد الله أكبر. ولقد حقق الله جل وعلا لنا النصر العظيم، لنا هذا النصر المبارك، وسنظل نعتز بهذا النصر إلى قيام الساعة. عباد الله، كذلك من أهم عوامل النصر التي كانت سبباً في أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالنصر، أخذ العدة وأخذ العتاد والأخذ بالأسباب. قال الله جل وعلا في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. العدة الاقتصادية والعدة السياسية والعدة العلمية والعدة العسكرية، هكذا كان الجندي المصري. عباد الله، إننا وبإذن الله تعالى سنظل كذلك، وإياكم أن تعلموا أن الحرب قد انتهت، فكل عصر له حرب، كل عصر له أعداؤه، كل عصر له طريقة معينة لهؤلاء الأعداء في زعزعة الوطن. خرج علينا هؤلاء الفئات المتطرفة والجماعات الغاشمة، ولكن وبفضل الله تعالى تصدينا لهم، فيد تحمي ويد تبني وتعمر. فستظل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى عالية خفاقة في كل مكان، يدا بيد، يد تحمي ويد تبني وتعمر. فاحمدوا المولى جل وعلا أن من علينا بهؤلاء الجنود البواسل وبقواتنا المسلحة التي ترى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم التضحيات من أجل هذا الوطن العريق. لذلك يقول الشاعر: من شاهد الدنيا وأقطارها والناس ألوانا وأجناسا، ولا رأى مصر ولا رأى أهلها، فما رأى الدنيا وما رأى الناس. إنها مصر أيها السادة لن تركع أبدا ولن تهزم أبدا، وعلى مدار التاريخ الله سبحانه وتعالى يمن عليها برجال صادقين مخلصين لا هم لهم إلا مصرنا الحبيبة، لتكون عالية خفاقة في كل مكان، لا تهزم أبدا ولا تقهر أبدا. وفي هذه الحرب وقف مولانا فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود قبل المعركة بليلة، فينام هذا الولي الصالح. وانظروا إلى أي مدى الشعب المصري كله في لحمة واحدة، الدعاة والعلماء والأولياء والجنود والقادة، الجميع مؤهب لهذه الحرب، الجميع يتمنى على الله جل وعلا أن تعبر مصر إلى بر الأمان. وقد كان نام مولانا فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود في هذه الليلة الطيبة المباركة، أتدرون ماذا رأى؟ إنه رأى رسول الله محمد وهو يعبر مع المصريين. فاستيقظ من توه رحمه الله وقدس الله سره، وذهب إلى القائد وقال له: اعبر، فإني رأيت رسول الله ليلة أمس يعبر مع القادة المصريين. وبفضل الله سبحانه وتعالى عبرنا بعد أن قالوا لنا أن خط بارليف لا يستطيع أن يعبر إلا بآلاف المقاتلين، لكن الله جل وعلا من على الجندي المصري وعبر هذا الخط بعدد قليل بقدرة الحي الذي لا يموت. وصدق من قال: إني قد تفيأت فيك ظلا ظليلا، وعلى ربوة الكنانة أنشدت قريض الوفاء ناج النيلا، وسألت السماء كيف انتصرنا، وكأن الهتاف من جبريل، لا تسل عنه كيف كان وأمسى، إن ربي بالنصر كان كفيلا، قاهر ناصر قوي متين، مالك الملك فاتخذه وكيلا.
إخوة الإيمان والإسلام، كونوا مطمئنين، لأننا مع قيادة حكيمة راشدة، ومع قوات مسلحة تعرف قدر الوطن وتقدر كل ذرة في تراب الوطن. ولكن كونوا أنتم على قدر هذه المسؤولية، وضموا أيديكم إلى قياداتكم وإلى قواتكم المسلحة، فيد تبني ويد تعمر. الطبيب في مجاله، والمعلم في مجاله، والمهندس في مجاله، والحرفي في مجاله، والمزارع في مجاله، الجميع يعمل لصالح الدين والوطن. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يجعل مصرنا عالية خفاقة في كل مكان. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن شر ما تعاقب عليه الليل وأضاء عليه النهار، واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أرض المعركة كان الجنود البواسل، وهنا كانت أيادي الصالحين ترتفع بالدعاء إلى السماء، من أمثال سيدنا الشيخ صالح الجعفري، وسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود، وسيدنا الشيخ الخطيب في المسجد الأحمدي. كانت هذه الدعوات يتم ترجمتها مباشرة إلى أمداد ونفحات، نفعنا الله بهم دائما ودوما، ظاهرا وباطنا، دائما في هذه الليالي، دائما في هذه اللحظات، نستعيد ذاكرة الانتصارات، ونستشرف دائما هذا المستقبل الميمون. نعم، مصرنا في عبورها إلى الجمهورية الجديدة، كلنا يد واحدة إن شاء الله. تعالوا بنا في ختام هذه الليلة الطيبة المباركة نذهب إلى هذا الإنشاد والابتهال والمبتهل الشيخ محمد السهاجي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا رب، يا رب سلم مصر دوما وارعها، إن مسها ضر قريب أو نأى. يا إن مسها ضر قريب أو نأى. قل تدخلوا مصر في أمن وعافية، وأمرت موسى مع أخيه تبوأ. قل تدخلوا مصر في أمن
وأمرت موسى مع أخيه تبوأ والتين والزيتون والطور الذي قد خر موسى عنده لما رأى يا مصر حق القول أنك تنعمي ومن الخطوب العاتية ستسلمي يا مصر حق القول أنك تنعمي ومن الخطوب العاتيات ستسلمي الكل غرسك مسلما أو ملة ودم الجميع فداء ثراك القيم سيدي يا رسول الله ذاك الذي عبد الإله وأخلص وهو المشفع في المعاد لمن عصى ذاك الذي عبد الإله وأخلص وهو المشفع في المعاد لمن عصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى شرفا له ولربه تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله عليه وسلم
قاضي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه بي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله وشكوت لرب ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بغير عيوبي من عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا أيقن به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقانا العطف كؤوسا ملموسا أو محسوسا وسقانا الحب كؤوسا ملموسا أو محسوسا فطربنا ونلنا دروسا في حب برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب بمدح المصطفى بذكر المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب صلى الله على محمد كم أنادي أرض طه
طار شوقي في سماها كم أنادي أرض طاها طار شوقي في سماها ضم محبوبي ثراها جوها من عطر أحمد صلى الله النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. نعم نحن في رمضان حيث الزمن الشريف ونحن في جوار مولانا الإمام الحسين حيث المكان الشريف، فرضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أمه البتول وعن جدته السيدة خديجة، حتى قال أهل الله عند البتول وأمها يقف التعدد يا جهول، فهي كاملة وأمها كاملة. ومن بركات هذا اليوم يوافق ذكرى ميلاد السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام، والتي كانت الداعم الأول لسيدنا صلى الله عليه وسلم، وعددت صنائع المعروف التي قالوا عنها تلك هي صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء، فقال لها سيدنا صلى الله عليه وسلم يا خديجة إن الله يقرئك السلام عليها السلام. في هذه الليلة الطيبة المباركة الميمونة تحدثنا عن انتصارات رمضان، انتصارات العاشر من رمضان، تفضلت بالحديث فيها فضيلة الدكتور ربيع الغفير مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فشكر الله له، فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين فشكر الله له، وكان القارئ الدكتور صلاح الجمل والمنشد الشيخ محمد السهاجي. نعاود في ليلة أخرى قادمة إن شاء الله مليئة ببركات هذه الليالي على شاشة النيل الثقافية. دمتم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.